بدءا من تأكيد مجلس الأمن أنه لا يجوز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال والتي يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة ليس لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة وانتهاء بتأكيد مجلس الأمن الدولي عدم اعترافه بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض